لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع المحاضرة العاشرة من كورس Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2012 for Beginners برعاية أكاديمية ملتقى الدارين للتعليم المجاني عن بعد. محاضرة اليوم بمشيئة الله تعالى هنتكلم عن الـ Views. Views in SQL Server عبارة عن Object، نقدر نشبه الـ View إنها إن ويندو وموجودة في تيبل، انت باصص على اوضة معينة عن طريق ويندو، فبالتالي انت في حاجات معينة بتشوفها وحاجات تانية ما تقدرش تشوفها. ممكن نقول عن الفيو ان هي ستورد كويري. الفيو عبارة عن فيرتشوال تيبل ناتج عن ريزلت سيت، والفيو بتكونتين ذروز كولومز زي الريل تيبل، والفيلدز بتاعت الفيو ممكن تكون من تيبل او اكتر. السنتكس الخاص بالفيو بسيط جدا، create view، view name as، والquery الخاص بالview، لان زي ما اتفقنا ممكن نقول على view ان هي stored query. طيب هنشرح على الديمو بتاعنا ونفهم الفيوز، وبعد كده نبص على الماتيريال بتاعتنا. الديمو معايا هعمل creation database اسمها db view و use database ديت. اوكي، بعد كده عندي 3 tables، واحد products و customer و booking. نعمل creation لل 3 tables. بعد كده هنعمل insertion بسيط لل 3 tables. نختار مع بعض، نعمل select لل tables اللي احنا لسه عملنا insertion حالا. اوكي، الريزلت هكون بالشكل ده. البرودكت والكاستمر والبوكينج. اوكي تمام. انا حاليا عايز اعمل create review. الفيو ديت ممكن ببساطة استخدم select نفسها، عايز اقول ان فيو تقدر تعمل لي ريتريف لبيل الخاصة ب كاستمرز، الفواتير الخاصة بالكاستمرز. ممكن ببساطة اعملها ريتريف عن طريق الكويري، لكن بدل ما انا كل مرة اعمل اكسكيوت لكويري معين، لا انا ممكن ببساطة الكويري ده اخليه فيو. يبقى هقول كرييت فيو، فيو نيم از، والكويري انا عايز اشغله معايا. جميل جدا. اوكي، هو ببساطة لاننا زي ما اتفقنا هو virtual table، ممكن اقول select asterisk from view name، وبالتالي انا لما ابدا اشغل الفيو ابدا اشغل البيل، مش مضطر ان انا اكتب الكود كله او يعني الكويري كومبلكس كويري، لا انا ممكن ببساطه اكتب الفيو سيلكت اسلك فروم فيو، زائد انه بيمنع وجود تكرار في الداتا. ممكن مثلا امسك الفيو ده، الفيو او البيانات بتاع الخاصه بالفيو، وابدا ادخلها في تيبل ريل تيبل عندي. ده مش صح. الفيو تقدر تعمل الكلام ده كله لان الفيو عباره عن ستورد كويري، لكن الداتا نفسها موجوده في التيبلز اللي اوريدي الفيو بتعمل سيلكشن منها. ممكن برضو نعمل فيو لهدف السكيورتي، ان مثلا من ضمن الكولومز الموجوده في التيبل اللي اسمه كاستمر هو الباسورد. انا عايز التيبل ده حد يشوفه من سواء يوزرز معايا او كلاينتس وات ايفر، لكن من غير السكيور داتا ديت. دي داتا كريتيكال بالنسبه لي، مش اي حد ينفع يشوفها، وبالتالي انا ممكن ببساطه هاجي عند الفيو واقول سيلكت الكولومز كلها ما عدا الكولوم الاخير اللي هو الباسورد. وبالتالي انا بقى معايا اوبجكت تاني شبه الكاستمر في كل حاجه ما عدا ان اخر كولوم مش موجود في الفيو.
ده سيكيور اكتر. ده لو انا معايا مثلا بريفليج معينه ممكن في ناس مالهمش صلاحيه ان هم يشوفوا التيبل، لكن ممكن لكن في لكن لكن ممكن يعملوا عمليه انسيرت او ابديت او دليت زي ما احنا هنشوف، لكن مش عايزه يشوف التيبل نفسه. طب في الحاله دي ممكن اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمله عن طريق الفيو، وبالتالي لو في سنسيتيف انفورميشن اقدر اتحفظ عليها او اقدر اخفيها عن طريق الفيو. اوكي طيب، حاليا في سؤال. طيب لو انا عندي 1 مليون كاستمر ان ذا داتابيز، هل ده طبيعي في البرفورمانس ان هو يقدر يعني البرفورمانس هيكون احسن لو انا كل مره همسك الكويري؟ زي ما اتفقنا ان الفيو عباره عن ستورد كويري. طيب يبقى انت معاك كويري بتعمله ران في الاول والاخر، هو عباره عن كويري. طيب هذا الكويري ممكن مع الداتا الكتير، لو انا بتكلم على 1 مليون كاستمرز بالتاكيد انا عايز اشتغل بشيء معين يقدر يعمل لي بيرفورمانس احسن، وبالتالي اول ما بنسمع البيرفورمانس على طول في اذهاننا بيجي لنا الاندكس. انا عايز اعمل كرييت لاندكس، سواء كلاستر اندكس او نون كلاستر اندكس وات ايفر، لكن انا عايز اعمل كرييت لاندكس علشان يبدا يكون احسن في البيرفورمانس. طيب احنا اتفقنا ان الفيو عباره عن ستورد كويري، يعني مش ريل تيبل. انا اقدر، هل اقدر اعمل اندكس على الفيو؟ الاجابه اقدر عن طريق سكيما بايندينج. لازم اجي عند الفيو واقول التر فيو مثلا الفيو بتاعتنا وذ سكيما بايندينج. يبقى وذ سكيما بايندينج دي بتعمل لنا حاجتين. اول حاجه اتكلمنا عليها ان هي بتاهلني ان انا اقدر اعمل كرييت الاندكس، وبالتالي طبعا دي ليها مميزات كبيره جدا، مميزات الاندكس نفسه. جميل. رقم اتنين، سكيما بايندنج بتخلي الفيو بتاعي مش اورفن في اي وقت من الاوقات. بمعنى انا دلوقتي عندي تيبل، وليكن تيبل A، وعندي فيو فيو باصص على التيبل A ده. لو التيبل A ده حصل له دروب، الفيو ملهاش اي وجود معايا، الفيو مش هيحصل لها دروب بشكل تلقائي، لا، لكن لما تعمل سيلكت الفيو هيقول لك ان التيبل نفسه مش موجود. طيب انا عايز امنع الموضوع ده، انا عندي تيبل وفي فيو شغال على التيبل ده، انا عايز لما حد يشتغل على التيبل او يحصل دروب للتيبل يمنعني، يحصل ايرور يعني يمنعني ان انا اقدر اعمل دروب للتيبل ده. ازاي اعمل الكلام ده؟ اعمل الكلام ده عن طريق السكيما بايندنج. يبقى نيجي نقول التر تيبل، سوري التر فيو، نفس الفيو لكن انا زودت بس with سكيما بايندنج، وبعد كده هقدر اقول كرييت لاندكس سواء كلاسترد او نون كلاسترد. جميل جدا. طبعا زي ما اتفقنا الفيو انا ممكن اعمل لها insert value عادية، مع ملاحظتين. اول ملاحظة بالنسبة للسكيما بايندنج، زي ما اتفقنا انا ممكن اعمل اندكس، وتاني حاجة مش هقدر اعمل دروب للتيبل. طيب في ملاحظة بقى ان اللي انا لو انا مثلا عندي تيبل في 20 كولوم مثلا، والفيو باصص على 10 كولوم بس، يبقى انا عندي تيبل في 20 كولوم الفيو فيها 10، وقال الفيو دي with سكيما بايندنج، وبالتالي اللي هيجي يعمل دروب للتيبل هيمنعه. طيب لو انا عملت، لو انا حذفت كولوم من العشرة الخاصين بالفيو، او بمعنى ده سؤال مره تانية، انا دلوقتي عندي تيبل 20 في 20 كولوم، لو انا عملت دروب لكولوم هل هيقبل ولا لا؟ الجواب ببساطه، لو الكولوم ده موجود في السيلكت الخاص بالفيو مش هيقبل، اما لو كولوم ملوش علاقه بالفيو يبقى هيقبل عادي. تمام. يبقى تقدر تعمل دروب للتيبل؟ لا، لان في فيو في عليها فيو انا قايل ان هي with schema binding. تاني حاجة، انت ممكن تعمل دروب لكولوم لكن مش موجود في الستورد كويري. جميل جدا، دي الملاحظة الأخيرة الموجودة في السكيما بايندنج. تاني حاجة بالنسبة للانسيرت، أنا دلوقتي هعمل انسيرت لفيو زي ما اتفقنا. الفيو ما فيهوش كل الكولومز، وأوريدي الانسيرت ده بيروح على التيبل. طيب يبقى عملية الانسيرت هتحصل إمتى؟ هتسكسسفولي إمتى معاك؟ لما باقي الكولومز أوريدي فيها ديفولت فاليوز، او مثلا ايدنتي، يبقى ما في يعني ما عنديش كولوم نوت نال، وبالتالي هو محتاج فاليو. لا، انا باقي الفاليوز عندي
فيها ديفولت او ايدنتي، وبالتالي اللي عملت انسيرت هتبقى هتنجح معايا. جميل جدا. انا مثلا لو جبت قلت سيلكت فروم كاستمر، يبص على الريزلت بتاعتي، الاقي ان رابع ريكورد عندي هو الريكورد اللي لسه مدخله عن طريق الفيو، لكن الباسورد كتب لي باسورد 1 2 3. ليه؟ لان انا قايل ان الباسورد ده الديفولت بتاعه 1 2 3 كفاليو يعني. يبقى بما ان في ديفولت خاص بالكولومز التانية اللي مش موجوده في الفيو، عمليه الانسيرت هتتحقق، وبالتالي انا ممكن اقدر اعمل انسيرت، ممكن اقدر اعمل ابديت، ممكن اقدر اعمل ديليت. لو انا عايز اتعرف على اعمل ريبورت مثلا، ريبورت خاص بال بفيو معينه عشان اعرف الكويري او الديفينيشن الخاص بالفيو ده، ببساطه استخدم اس بي اندرسكور هيلب تكست، يبدا يقول لي الفيو ده ايه الديفينيشن الخاص بيه. طيب لو انا قايل مثلا لو انا عندي تيبل، خلاص احنا كده قلنا للهيلب تكست، النقطه اللي بعدها ريفريش فيو. لو انا عندي تيبل، تيبل ده فيه 3 كولومز، وانا قايل مثلا للفيو سيلكت استرسك، سيلكت استرسك فروم تيبل نيم، ده معناه ان هيجيب لي كل الكولومز. طيب لو انا في تيبل عندي فيه 3 كولومز وبعد كده عملت اد لكولوم تاني، هل الفيو هتجيب لي الاربعه ولا هتجيب لي الثلاثه بس؟ الاجابه هتجيب لي الثلاثه بس. طيب ازاي انا قايل سيلكت استرسك؟ لانك انت لازم تقول ريفريش فيو، لازم تعمل ريفريش للفيو. تمام، يبقى ريفريش للفيو هي اللي بتعيد صياغه السورت كويري تاني عشان اقدر اسلكت الداتا بشكل سليم. طيب زي ما اتفقنا بالنسبه للاس بي هيلب تكست، انا ممكن اقدر من خلالها او من خلال الكويري الثانيه هنتعرف عليها خلال السلايدز بتاعتنا اقدر اجيب الديفينيشن الخاص بالفيديو. طيب ممكن الديفينيشن ده يكون سكيور بالنسبه لي، ما ينفعش حد يشوف الكلام ده، يبقى انا عايز اعمل انكريبت للفيو. اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل الكلام ده عن طريق with encryption. هاجي على الفيو اقول لها الالتر، واجي هنا اقول له with encryption. with encryption لما اشغل الفيو الترها يعني with encryption، نفس الفيو لكن هيلاقي with encryption بس. اوكي هاجي بقى هنا عند الفيو تاني، دي الفيو بتاعتي، هاجي اقول له انا عايز اعرف التكست بتاعها. اكسكيوت هيقول لي the text for object بالفيو بتاعك is encrypted، مش تقدر تشوفه. وديت كانت اخر معلومه معانا في الديمو الخاص بالفيو. خلاص انا كده نقدر نعمل دروب. حاليا هنشوف السلايدز لو في اي معلومه اخرى. طبعا كالعاده كل السكريبتات اللي موجوده في المحاضره بتبقى موجوده في الديسكريبشن الخاص بالفيديو نفسه على اليوتيوب، ولو في اي تساؤل منتظره على جروب اليوتيوب، جروب الكورس اللي هو رايتنج كويريز، برضه هنلاقي الرابط بتاعه موجود في الديسكريبشن الخاص بالفيديو. تمام، هي بقى السلايدز بتتكلم على كريتنج فيو تعرفناها، فيو عاديه سورت كويري. بعد كده بالنسبه للديفينيشن زي ما اتفقنا في هيلب تكست في سيلكتات تانية، ممكن اقول سيلكت الديفينيشن نفسها من سيكوال موديولز وبديله اسم الاوبجكت بتاعي، او سيلكت اوبجكت ديفينيشن اوبجكت اي دي واديله النيم الفيو نيم، يقدر يجيب لي ببساطه الديفينيشن الخاص بالفيو. لكن انا بفضل هيلب تكست لان هي يعني منظمه اكتر. بمعنى ايه؟ خلينا الاول نقول نشغل ده تاني. ماشي، نيجي عند الهيلب تكست. اوكي انا لو قلت البتكست ديت يقول
لان هي انكريبتد. ماشي رابت كاست اشيل with encryption. تمام تاني اقول له رابت كاست ده يظهر لي عادي خالص. جميل جدا. بالنسبة لسلكت ديفينيشن بتجيب نفس الريزلت الخاصة بالهيربتكس لكن بتجيبها في لاين واحد برضه هي زي الاوبجكت ديفينيشن. نعمل سلكت الاثنين مع بعض. ديفينيشن لان انا مكتبتش الفيو انا ما عنديش اوبجكت اي دي بالفيو اللي كتبها لي ديت. جميل نفس الريزلت يا شباب لكن في لاين واحد لكن البتكس بيجيبها في يعني في نفس الشكل اللي انت كتبتها فبتكون اكثر تنظيما. جميل جدا ده بالنسبه للديفينيشن. لو انت عايز تعرف الفيوز الخاصه باوبجكت معين انت عايز تعرف الاسماء اسماء الفيوز الموجوده في الداتابيز تقدر تعرفها عن طريق السيس دوت فيوز. ولو عايز تعرف الكولومز الخاصه بفيو معينه او بتيبل معين وات ايفر لكن طبعا احنا بنديله الاوبجكت اي دي تشتغل عن طريق سيس دوت كولومز وريفريشنج ذا ديفينيشن اوف فيو زي ما اتفقنا عن طريق ال اس بي اندرسكور ريفريش فيو او سيس اندرسكور اس بي Refresh SQL module. Modifying view اقدر ببساطة اعمل alter view او encrypt خلنا encrypt with encryption. لو عملنا hello text هيبدأ يقول لي ان هي encrypted مش تقدر تعمل الكلام دوت. بالنسبة ل index view تقدر تعمل index view مع انها stored query لكن عن طريق ال with scheme binding زي ما اتكلمنا. اتمنى ان المحاضرة تكون بسيطة والفيو تكون واضحة. كتير من الشباب عارف الفيو فيو كوبجكت لكن في معلومات عنها كفريش فيو اسمها بايندنج ويقدر يعمل اندكس ما تبقاش واضحه قوي. فاتمنى ان شاء الله لو قابلتك فيو او الديسيشن انك انت تعمل فيو محاضره النهارده تاثر في قرارك ان شاء الله. لو في اي تساؤل بلغوني بيه على جروب الكورس رايتنج كويريز اللي هي الرابط بتاعه في الديسكربشن الخاص بالفيديو. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.